السلام عليكم الأخوات، كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله بصحة جيدة. غادي نشارك معكم الحامض البلدي، الطريقة ديالي باش طريقة الحامض المصير. هذا وقته، انتهزوا الأخوات الوقت ديال الحامض ووجدوه في الدار، كيجي لذيد والطريقة ديالو سهلة، لأن فايت لي واش درت هذاك العام اللي فايت وجاني زوين، وهذا العام بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي. بالنسبه للاخوات اللي عمرهم ما جربوش، خذوا الحامض البلدي، تتكون عنده واحد الرائحه مميزه وزوين، وكيجي لذيذ في الا درتو في الدار تيجي احسن من هذاك اللي كناخذو عند مول الزيتون. هنا كتاخذوا الحامض ديالكم، من طبيعه الحال كتاخذوا العدد اللي غادي توجدوه، يكون مغسول، حكوه مزيان، يتغسل مزيان، وغادي توجدوا شي قراعي ديال الزاج يكونوا نقيين، ويكونوا يكون عندهم الغطايه كتسد مزيان، على حسب العدد اللي غادي ديروا فيه ديال الحامض. هنايا من بعد ما غسلت الحامض مزيان ونقيته، كتوجدوا الملحه وغادي نقسموه بحال الا غادي نديروا الشكل ديال زائد، ما كنهبطوش المستل تحت، كنفلحوه على شكل زائد، باش هذه الطريقه غادي نديروا فيها الملحه، لان الطريقه ديال التصبير ديال هذا الحامض الملحه بوحدها، كنديروا الملحه في هذه الافتتاحات. غادي نستمر انا نقطعها بنفس الطريقه. الحامض اللي عندي راه كاين اللي كيقطعوا طرف صغار، ولكن انا غنجرب معكم الطريقه ديالي انايا اللي صدقات ليا العام اللي فايت وجاني زوين، وتقريبا راه كمل ليا عام، كيجي لذيذ، والريحه ديال هذا الحامض البلدي راه كتجي زوينه، سبحان الله في واحد الريحه زوينه. وهذا وقته ان شاء الله توجدوه، راه كنستعملوه في عده اطباق بحال الدجاج محمر ولا الزعلوك ولا عده اطباق ولا الطاجين، كيجي فيه لذيذ. هنايا بنفس الطريقه راني فلحت الحامض كله بهذه الطريقه وعمرته بالملحه، وغادي نعمر به الاداء، توجدوا داك الاناء اللي غادي نرقدوا فيه هذا الحامض وغادي نديروه فيه. انا بالنسبه ليا في الاول راه كندير العدد اللي غادي تهز ليا القرعه، ولكن من بعد يومين ولا 3 ايام كيبدا يطلق الماء ديالو، وكنعاود نستمر نزيد ليه الاخر، واخا كندير جوج قراعي ولا كندير واحد العدد في هاد القرعه وكندير الباقي في واحد القرعه اللي حدايا، دابا غادي ندير فيه الباقي حيت ما كفاتنيش هاد القرعه. هنايا غادي نحاولوا نضغطوا عليه مزيان، لان ضروري تضغطوا عليه مزيان، وغادي نسد القرعه. وهاد ثلاثه شاطوليات ثلاثه تقريبا، خديت واحد القرعه واحده اخرى غادي نحطهم فيها. لان راه كيتقلص الحجم ديالهم من بعد ملي كيطلقوا داك الماء ديالهم، وبداو كيترقدوا راه كيطلق الماء ديالهم، حتى الحجم كيتقلص الحجم ديالهم وكيبداو يصغروا. هنايا صافي زيرت القرعه ديالي مزيان، نحاولوا نسدوها مزيان باش حتى داك الهواء ما يدخلش ليها. هذا كينفعنا، هذا الحامض مصير كيجي لذيذ، كينفعنا بزاف في الاطباق ديالنا المغربيه. وهنايا راه قطعت الفيديو تقريبا شي 3 ايام ولا 4 ايام، قلت بلاتي تنصور معكم ملي بدا كيطلق الماء ديالو، كما كيبان لكم بدا كيطلق الماء ديالو. وهنايا بديت كناخذ من القرعه اللي درت فيها ثلاثه، كنزيد نضغط عليهم باش تجيني القرعه عامره، لان راه الحجم ديالو راه كيتقلص مع كيبدا يطلق الماء ديالو كيتقلص، وكنبدا نضغط. الاخوات ما من الاحسن ما تستعملوش يديكم، انا كنعاون غير بالمعلقه ديال الخشب وكنضغط عليهم. غادي نحاول ندخل دوك الحامض مزيان قد ما تزير في القرعه، وجا جات القرعه عامره دغيا كيترقد لينا، وكيجي في الاخر صدقوني كيجي داك السائل ديالو بحال الا معلك، وكيجي لذيذ.
هنايا راني زدت بقات لي حامضه وحده تقريبا غادي نتسنى عاوتاني واحد يومين ولا 3 ايام غادي نستمر بهذه الطريقه ونضغط عليهم وغادي تخليو الحامض ديالكم مره مره غادي تطلعوا عليه غادي تشوفوه كيوجد وكيترقد وبالصحه والهنا ان شاء الله كنتمنى تجربوا الوصفه.